وما للسجن ومحكم الدوام. وقيل أيضا لم ينقض عني يوم من البلاء إلا انقضى عنك يوم من الرخاء حتى يفضي بنا ذلك إلى يوم يخسر فيه المبطلون. عن المغيب في قعر الطوامير والسجون ظلما الإمام موسى الكاظم عليه السلام مخاطبا طاغية زمان هارون الرشيد: للمعتقلين شرف كبير وأي شرف ذلك، فأعظم الشرف أن تكون من ضمن ركب المظلومين في ركب سفينة ناصرية الحق على نهج أهل البيت عليهم السلام. نتحدث في اعتصامنا هذا عن خمسة من المعتقلين من خيرة شباب مقابة أعمارهم متفاوتة اعتقلوا بعمل مخابراتي ظهيرة 18 أبريل 2013، مداهمات لقرابة 7 منازل واختطاف وحشي. اختطاف الرادود الحسيني فاضل عطية من منزله وقد رزق بابن بينما كان في زنازين الظالمين. الشاب محمد جميل بعمر 20 اختطف ليكون داخل الزنازين. علي ناصر وعلي ميرزا واحمد حسن شبان في عمر الزهور اختطفوا ليكونوا في زنازين النظام الجائر. غدرا اختطفت 5 شموع منذ عام كامل في السجن، 3 أيام في مبنى التحقيقات واقفين دون جلوس، مسمدين الأعين، مقيدين اليدين من الخلف، ممنوعين من الصلاة أو الاتصال بذويهم، ضرب مبرح لا يتوقف، وإهانات للعقائد وتهديد بالعرض. فاضل عطية على إثر التعذيب العنيف والمتواصل نقل للمشفى. علي ناصر أثناء الاعتقال قال له أحد الميليشيات: أخرج واذهب إلى منزلك فأنت طفل صغير. فقال آخر: لا يهمنا، يهمنا اعتقال مجموعة أكبر والخروج من هنا. عام كامل للمعتقلين خلف القضبان، حرمان من الدراسة والعمل والأهل، حرمان من حنان الأهل، تأجيل للمحاكمات بشكل مطول ومماطلة مستمرة، اعترافات تحت التعذيب، عرض على النيابة في 3 فجرا، عام كامل وهم مقيدون خلف زنازين الظلم. لكم الحرية يا تيجان الوطن والقضية. أما المعتقل يوسف بركات شاب آخر في عمر الزهور منذ عام كامل خلف الزنازين، اعتقل في الشارع في 14 مارس 2013 ليزج به في السجن. حكم بالسجن 3 سنوات، لكن الظلم لم يتوقف عند هذا الحكم، لا بل ليحكم 20 عام بتهم مفبركة وأحكام غيابية إلى أن يتم اعتقال أخيه الثاني قبل 3 أيام، وبالتحديد تاريخ 10 أبريل اعتقل الشاب علي إبراهيم من مركز للبديع الصحي والمطارد منذ فترة طويلة. وقبلها بيوم واحد اقتحمت البلدة سيارة تابعة لمخابرات النظام لتدهس علي وتحاول اعتقاله، لكن الأخير نجا بنفسه، لكن شاءت الأقدار أن يعتقل بعدها بيوم مباشرة. لم تمر ساعات على اعتقال علي إبراهيم ليقتحم موكب المداهمات البلدة بفرقتين في وقت متأخر في حدود 1:30 فجرا، حيث داهمت قوات النظام حوالي 11 منزلا معيثين الدمار والخراب في المنازل التي داهموها. وقد كانت الحصيلة اعتقال الأخوين حسين وعباس الزاكي وكل من أحمد بركات والسيد حسن سيد محسن والسيد عدنان سيد عيسى وعادل. رسالتنا لرأس النظام ولكل ركن من أركان النظام أن لا شيء سيوقف الثورة، لا اعتقال، لا قتل، لا ترويع، لا إرهاب. سنستمر وستستمر ثورتنا، وكل ما اعتقل ثائر سيولد 1000 و1000 ثائر. معكم يا سجناء.